هذا وفستيرة الروضة الأولية وأسكر يعني باش نقول صراحة استراتيجية الوزارة هي جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية. مطلوب منها أننا نحافظ على المنتجات الوطنية، ندعمها ونقلل إلى أقصى درجة ممكنة من الوالدة. كيف يتم ذلك؟ من خلال إعداد هذه البطاقية اللي بدينا نشتغل بها. ما هي البطاقية؟ لازم يعرف المواطن. رانا حنقوم في 48 ولاية إن شاء الله بجمع المعطيات ومعلومات على الجميع ما يتم إنتاجه. واش ننتج؟ واش هذا الإنتاج؟ وشكون ينجو؟ ما هي الكميات؟ عندما ننتهي من هذه العملية في 6 أشهر تكون عندنا قاعدة معلومات مبينة. وبالتالي كل المنتوجات الموجودة في الجزائر لن يتم استيرادها. حتى وإذا سمحنا باستيرادها سنفرض عليها غرامات مالية كبيرة جدا باش نشجع المنتوج البحري. إذا لقينا في بعض المنتوجات فيه نقص سيتم استيراد ما هو ناقص. وهذه العملية يتم فيها. لهذا ستسمح لنا باش نحارب كل ما يتعلق بترسيم الفواتير غيرها. سيد الرئيس بالأمس كان صريح فيما يتعلق نشاط، فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالمنتوجات يعني المشروبات وغيرها. نقولوا بكل صراحة، احنا كنا نعيبوا على السيكادي والأسكادي أن نسبة الإدماج ضعيفة. نقول لكم حتى ما يسمى بالصناعة الغذائية مع الأسف الشديد نسبة الإدماج جد 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 ضعيفة. بالأمس سمعتوا كلكم أن السيد الرئيس أعطاني أمر صريح وأمر مستعجل أننا باش يكون عندنا جلسات مع هذه الشركات، مع هذه المؤسسات التي تقوم بعملية يعني ما يسمى بالجيل وغير ذلك. نقول معهم صراحة سنمنع استيراد هذه الأشياء عندما تكون الغلة عندنا، لكن ليس فقط هذا، لأن يقدر هو يستوردها قبل ما تبدأ الغلة. سنمنع وسنفرض عليهم نسبة إدماج للمنتوج المحلي. أنا ما عندي حتى فايدة يروح يجيب لي الغبرة من هي ويزيد لها الماء ويبيعها. سنكون صراحة سنحدد لهم ضفت الشروط الجديد. أولا ممنوع الاستيراد في فترة الجني المنتوج، وهذا راح ننسق مع وزارة الفلاحة في ذلك. وأيضا سنجبر هذه المؤسسات أنها تعطينا خريطة واضحة نسبة الإدماج كيف سوف ترتفع، لأن نحن سنفرض عليه مع الأقل 40% من ما يتم استعماله يكون من منتوج جزائري، والجزائر فيها كل هذه الأشياء. وهذه هي خريطة الطريق التي تكون فيها في كل منتجات.